مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم إلى أجندة الساعة. تحية لكل مشاهدي هذه الساعة من كل أسبوع، وتحية خاصة في مارس شهر المرأة لكل نساء بلادي. كل عام وأنتن جميعا بألف خير. تحية لكل صاحبات الوحي والقلق، خالات نحل السماء، وربات وجارات قوس قزح، تحية لكنا جميعا. واليوم حديث خاص في أجندة الساعة، هذه الساعة التي نحاول من خلالها أن نتحدث عن أبرز القضايا في الساحة السياسية وأبرز الموضوعات. وفي مارس اليوم نتحدث عن مشاركة المرأة، ومشاركة المرأة من أبرز القضايا التي نتحدث عنها اليوم. فنتحدث جميعا في حديث عن هذه المشاركة، ونساء السودان منذ الاستقلال يواصلنا هذا الحديث عن المشاركة في الحياة السياسية الإدارية والتنفيذية، الحديث عن المشاركة الفعلية في القضاء وفي البرلمان وفي غيرها من المجموعات، والحديث عن الحياة السياسية السودانية. ما بعد الثورة جاءت الوثيقة الانتقالية بمشاركة 40% للمرأة، ولكن هل كان ذلك له واقعه في الحياة السودانية؟ وكيف كان التقييم لأداء المرأة ما بعد الثورة؟ مجموعة من التساؤلات فيما يخص المشاركة السياسية، وأيضا حديث عن الاتفاق الإطاري وما يحمله من نسبة لمشاركة المرأة، وكيف يمكن أن تحمي المرأة هذه المشاركة واقعا. هذه التساؤلات وغيرها نجيب عليها اليوم مع الأستاذة تيسير النوراني الوزيرة العمل السابقة. مرحبا بك. صباح بك. الله يخليك. مرحبا بك. وتجيب أيضا معنا على هذه التساؤلات الأستاذة انتصار العقلي، قيادية بالعمل السياسي النسوي. مرحبا بك. مرحبا بك، أهلا وسهلا. مرحبا بكم. وبداية نتحدث اليوم عن مشاركة المرأة، وزي ما ذكرنا مجموعة من التحديات التي تواجه المرأة في حديث عن المشاركة في الحياة السياسية السودانية والمجتمعية وغيرها من المشكلات التي تواجه مشاركة المرأة. ولكن بداية للحديث عن هذه المشاركة لابد أن نتحدث عن الجوانب القانونية، فنبدأ بأبرز الاتفاقيات التي وقع عليها السودان والتي تحمل يعني قانونا مشاركة المرأة. أستاذة تيسير، شكرا جزيلا لقناة الشروق، وعبركم أحيي نساء السودان قاطبة بيوم المرأة العالمي، وتحديدا النساء وتحديدا شهيدات السودان في ثورة ديسمبر المجيدة من النساء وكل الشهداء، تحية ليهم. وأؤكد في أنه نحن في طريق الحرية والسلام والعدالة سائرون. في اتفاقات دولية كثيرة جدا ومتعددة بتحمي حقوق النساء وبتحمي قضاياهم المختلفة. نحن في السودان العهد الدولي أصلا متوافقين عليه ومصادقين عليه، وهو العهد الدولي فيه العهدين الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان. في اتفاقات صغيرة مرتبطة بحقوق النساء زي سيداو، وهي اتفاقية تم نشرها من الأمم المتحدة سنة 79، ومن أكثر الاتفاقات اللي أخذت منحى سياسي كبير جدا، ساهم في أن السودان ما يصادق عليها ولا يوافق عليها، إلى أن 2021 تمت المصادقة عليها مع بعض التحفظات الأساسية من مجلس الوزراء. ودي ذاتها نحن بنعتقد أنه ده ما نجاح، لأنه التحفظات كانت في المواد الأساسية بالنسبة للاتفاقية، وزي ما قلت لك أنه الاتفاقية فيها حمولات، أخذت حمولات سياسية كثيرة جدا، قللت من أو خلقت أو فرضت عليها عدم التصديق والمصادقة. لكن البروتوكول الأفريقي هو بروتوكول خاص بالمرأة الأفريقية، وأيضا بروتوكول شامل لكل حقوق النساء، وبرضو تمت إجازته بشكل كبير جدا من مجلس الوزراء في نفس الجلسة،
ووافقوا عليه، ولكن للأسف الاتفاقيتين دين لم يتم المصادرة عليهم النهائية من الاجتماع المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، فمما لم يكسبهم الصفة النهائية في المصادقة والموافقة. وبالتأكيد الحديث عن الاتفاقيات وما تحويه يحتاج منا زمن يعني للمناقشة فيما لها وما عليها الاتفاقات، لكن الآن لو تحدثنا عن ما هو موجود قانونيا، كيف يمكن أن تحمل المرأة حديث عن الذي يحمله القانون للمرأة في المشاركة؟ أستاذة انتصار، كل سنة أنتم طيبين، كل نساء تبخير. السودان، ونحن على مشارف اليوم العالمي للمرأة، التحية وكل المحبة للنساء في كل العالم، والمجد والخلود لشهيدات الثورة، والمجد والخلود لكل شهداء ثورة ديسمبر. ويجب أن نحيي الرائدات الحركة النسوية في السودان على مدى السنوات، النساء اللي أسسن لطريق ممهد للمرأة السودانية، ومن عبرهم يعني اكتسبنا كثير من المكتسبات بالنسبة للمرأة السودانية، الكلام ده من قبل الاستغلال وعبر السنوات. التحية لرائدات الحركة النسوية. يعني بعد الثورة طالبت النساء بالمناصفة 50%، وخلال خلال الاتفاقيات، اتفاقية سلام جوبا والوثيقة الدستورية والإعداد للوثيقة القادمة، شاركت النساء برأيهن، وشاركوا في حاليا في الوثيقة، وضع الوثيقة الأخيرة، لأنه كان في إشكال في مشاركتهم في ما سبق من وثائق، فأكدا على المشاركة 40% حتى تكون واقعية في مراكز اتخاذ القرار، تمثيلهم في المؤسسات، كل المؤسسات الوزارية والإدارية والمؤسسات الحزبية وكل المناشط اللي بتخص أو بتعمل من أجل تحقيق مطالب المرأة السودانية، وكثير من الجمعيات والمنظمات المهتمة بهذا الشأن، يعني بتعمل من أجل نشر الوعي بين السيدات على أساس أنه يلتفتن إلى قضاياهم، ومعا نقدر نحقق تمثيلنا بنسبة 40% وتصبح واقعية. وحماية الحقوق زي ما ذكرت هي تبدأ بالثقافة والوعي، وجانب الحديث عن 40% وستيسير، يمكن يعني حتى الحديث عن 40% كثير من النساء قد يكون لهم تحفظات حتى على النسبة، رأيكم في 40%؟ هي طبعا في الوثيقة الدستورية كانت 40% لمشاركة المرأة فقط في المجلس التشريعي، لكن بعد اتفاق جوبا وتم إدماج اتفاق جوبا داخل الوثيقة الدستورية أو اعتبر أعلى من الوثيقة الدستورية، فيه بند بيتكلم عن مشاركة النساء في جميع المؤسسات، مؤسسات الدولة الدستورية والتنفيذية والتشريعية بنسبة لا تقل عن 40%. هذا يعني كلمة لا تقل بتدل دلالة كبيرة جدا إنه ممكن يتم المشاركة مناصفة، ويمكن يتم المشاركة بأكثر من 40%. فعشان كده نسبة 40% هي الحد الأدنى لمشاركة النساء في مؤسسات الدولة المختلفة. قد يكون في آراء تانية بتفتكر إنه النساء ليست قادرات أو ما مؤهلات أو ما عندهم القدرة أو ظروفهم الأسرية ما بتسمح لهم بالمشاركة بنسبة 40%، لكن الواقع العملي بدل دلالة كبيرة إنه نساء السودان مشاركات بشكل كبير جدا، حتى في تنظيم ثورة ديسمبر 2019 كان عندهم وجود تجاوز 70%، حتى في أيام الاعتصام كان عندهم وجود كبير جدا تجاوز 70%. فنحن بنتكلم عن إنه النساء قادرات، النساء عندهم المقدرة والرغبة والقدرة على إدارة المؤسسات المختلفة، وبالتجارب بيأكد لنا إنه النساء قادرات وعندهم دور كبير جدا وفاعل في المجتمع. غدنا نلقى إنه في نساء بيستندوا
ل 30% كنسبة جاءت في التشريعات الدولية وكده، لكن حصل التطور الكبير جدا. وهي في كل الأحوال الكوتا أو النسبة لمشاركة النساء هي حالة مؤقتة بتتطلب. هو ده يمكن السؤال، يعني عن المشاركة الفردية أو مشاركة الكوتا، ما يمكن أن يمثل النساء حقيقة وفعلا في حديثنا عن المشاركة الفعلية؟ أصلا الكوتا هي آلية مؤقتة بتنتهي بانتهاء حوجة النساء لتخصيص نسبة معينة لهم في مشاركتهم العامة، ودي مرتبطة برفع قدرات النساء كواحدة من العوامل اللي بتساعد على مشاركتهم بشكل فعال. الوعي وسط النساء وقبول بأنه يتبنوا مشاركة النساء نيابة عنهم في المجالس التشريعية، في التصويت، في الانتخابات، في كل المؤسسات اللي بتطالب تصويت أو ترشيح من قبل النساء، محتاجين أنه يكون في دعم حقيقي من النساء لزميلاتهم وأخواتهم النساء الأخرى. صحيح، وزي ما ذكرتي هو معتمد على الوعي ورفع القدرات. نعم. والحديث عن رفع القدرات والوعي وجوانب لامتلاك حق المشاركة قد يأتي في حديثنا تصاعديا من القواعد، في حديث عن وجود حتى الأحزاب في الحياة السياسية، في القوى السياسية المختلفة، في الأحزاب. فنظرتكم لوجود النساء ومشاركتها حتى في الأحزاب وفي القوى السياسية؟ الأحزاب السياسية على فترات متتالية، يعني قبل الثورة النساء كانن قريبات لبعض ووضعن أجندة قبل حتى التغيير، قبل نجاح الثورة ديسمبر، وعرفات إن دائرات شنو يعني نساء سياسيات بالتحديد. يعني أجندتهم كانت المطالبة بربع الوعي بالنسبة لل يعني النساء في القواعد، في الجانب الصحي، في جانب التعليم، في جانب التدريب، في مجالات العمل، المشاركة السياسية، وضعهم في مراكز اتخاذ القرار. يعني دي بتشملها أجندة المرأة. النساء شاركن بصورة واسعة في ثورة ديسمبر، معلوم لكل العالم، والزغروطة كانت واحدة من الآليات أو الوسائل اللي لفتت نظر العالم كله في إنها كانت انطلاقة للثورة اللي دفعت الشباب ودفعت المرأة والرجل للمشاركة بصورة واسعة. ثم ماذا بعد ذلك؟ يعني بعد نجاح الثورة كانت في مشاركة ما مكتملة بالنسبة للمرأة في الفترة الانتقالية. سنود للحديث عن الفترة الانتقالية، لكن سؤالي قبل أن نتحدث عن ما جاء في الفترة الانتقالية والوثيقة الانتقالية وإنفاذ وغيرها، يعني نحن نتحدث الآن عن أهمية مشاركة المرأة. وكما ذكرت أستاذة تيسير وكما هو معروف الحديث عن أنه لابد من وجود قواعد للمرأة إذا كان الوجود على إطار القوى السياسية أو على إطار الأحزاب لتكون هي ممثلة للمرأة في المشاركات المختلفة. ففي من القراءة العامة لمشاركة المرأة وجود المرأة في الأحزاب وكقيادة، نحن نتحدث عن اتخاذ القرار، المنصب القيادي، غيره، يعني غير تنفيذيا، فمشاركة المرأة لتكون هي موجودة ضمن المشاركة. أستاذة تيسير، طبعا نحن لو جينا نتكلم عن مشاركة النساء في الأحزاب هي مشاركة قديمة منذ تأسيس الأحزاب، لكن قد يكون بمعدلات أو أعداد نسب قليلة أو نسب قليلة. لكن في التطور الطبيعي الحصل في تجربة السودانيين والأحزاب السودانية طيلة السنوات الفاتت، قد تشوب مشاركة النساء مد جزر مرتبط بالأوضاع السياسية الموجودة. نحن بلد مرينا بانقلاب ديمقراطية، انقلاب ديمقراطية، انقلاب، فبنلقى انه سنين الانقلابات هي السنين الاطول في حياة الشعب السوداني، والسنين اللي بتضغط على وجود الاحزاب السياسية وعلى ممارسة اعمال، وقد تنفي وجودهم في الاساس بالاعتقالات، بالقرارات الضغط على الاحزاب السياسية والمجحفة في حقها، اللي بتخلي انه في خوف من مشاركة النساء في الأحزاب السياسية في فترة الدكتاتوريات المختلفة، لأنه بيكون في خوف أسري على وجود النساء، خوفا من الهجمات الأمنية، خوفا من الاعتقالات، خوفا من عدم الفرص العمل والمشاركة في الوظائف المختلفة بحكم أنك أنت مرتبط بحزب أو داخل حزب. ودي حصلت كثير جدا للنساء الموجودات في الأحزاب السياسية، تم بعدهم من الوظائف، تعرضوا لاعتقالات مختلفة، قد تجد في أسر متفهمة واقع النساء ده وقبلانا مشاركتنا العامة، وقد تجد في أسر أخرى بتضغط على النساء في أنهم ما يخشوا في الأحزاب، ما يخشوا في المواجهات. وأول
توصيه بتوصيها لك امك وانت ماشيه في الجامعه، اوعى تبقي حزبيه واوعى تشاركي في الاحزاب، لانه ناس الامن بيقبضوك، ناس الامن بيعتقلوك، فدي كلها مخاوف ساهمت في انه تقلل من عدد النساء في الاحزاب. لكن ده ما بينفي انه في وجود كبير ومقدر لنساء مؤمنات جدا بالتزاماتهم الحزبيه، مؤمنات بالتزاماتهم اتجاه الوطن، قادرات على التضحيه من اجل اننا نخلق واقع سياسي ديمقراطي كبير في البلد. اذا كان التخوف من المجتمع، فالحديث ايضا عن القدرات نفسها والمهارات وغيرها من جوانب لحتى الممارسه السياسيه تحتاج الى موروث يعني سياسي. يعني ذكرت الاستاذه انه حتى على اطار، ونحن نعلم جميعا انه الاحزاب السياسيه لها مشكلاتها حتى على اطار يعني الميراث السياسي للشباب وغيرها، قد تكون ضمن ذلك حديثنا عن المراه، ولكن في اطار القدرات حتى المراه نفسها كيف اسهمت في رفع قدرات المراه لتكون هي قادره للمشاركه السياسيه؟ الوقت الطبيعي اللي بتعمل فيه الاحزاب وبتعمل فيه المراه بنشاط بحريه وبثقه هو الديمقراطيه. والديمقراطية اللي مرينا بها يعني خلال السنوات فتراتها دائما الزمنية قصيرة جدا، اللي هي الأحزاب تقدر تكون عندها دور تعمل في حرية تامة من غير ضغوطات أمنية، من غير إقصاء كذا كذا. فالمرأة هي جزء من هذا التكوين، يعني من الحزب، يعني بجانب التخوف الأمني والضائقة المعيشية برضو عندها دور على أساس أنه تقدر تتحرك يعني بسهولة، تقدر تكون يعني حاضرة لكل الاجتماعات اللي هي بترفع من قدراتها، التدريب ورفع القدرات اللي هي في الأحزاب بيسموها يعني مدارس كادر اللي هي فيها تعليم وتدريب تنمية الكادر. نعم، أهمية تدريب الكادر دي مهمة جدا على أساس أنك تكون قيادي وتقدر تنشر الوعي بالفكر المحدد في المكان المحدد والزمان المحدد. لكن يعني الظروف اللي كانت ضاغطة في الفترات الفاتت كانت الفترات الديكتاتورية كانت طويلة جدا جدا، وفترات الديمقراطية كانت قصيرة جدا جدا. على قدر هذه السنوات كان في حركة وكان في عمل، وإلا ما كان النتاج بتاعك تراكمي اللي هو ظهر ما بعد الثورة، واللي هي الأحزاب ظهرت إلى السطح وبتحاول يعني تأسس لنفسها مرة أخرى في هذا الزمن أيضا الصعب جدا جدا. لكن لابد من التأسيس، لابد من نشر الفكر، لابد من مشاركة واسعة بالنسبة للمرأة السودانية، لأن قضايا كثيرة. وعبر هذه المؤسسات ممكن يكون صوتها عالي، واللي بتديها خبرة وبتديها دافع وبتديها جرأة يعني تديها مجال أوسع في الحركة إنها تكون مشاركة في وتكون عندها يعني من المعرفة والوعي اللي بتقدر تدي به النساء الأخريات، وتملكن المعلومات الكافية إنهم يشاركوا بصورة واسعة في العمل العام، سواء كان اجتماعي أو كان اقتصادي أو كان ثقافي أو كان سياسي. والحديث عن ما بعد الثورة، يعني كل هذه المطالبات بالمشاركة السياسية للمرأة، المرأة ظنت أنه هكذا انفتح الباب لتكون هي مشاركة بصورة أوسع في الحياة السياسية. جاءت الوثيقة الدستورية كما ذكرت أستاذة تيسير ب40% لمشاركة المرأة، ولكن ما كان موجود فعليا، وانت كنت ضمن هذه الفترة يعني بالحديث عن الانتقالية، ما كان موجود فعليا من مشاركة المرأة ما بين الوثيقة والحديث النظري في الوثيقة وما بين الفعل الموجود على الأرض، كيف كانت مشاركة المرأة؟ طبعا مشاركة النساء في الأجهزة التنفيذية كانت 17%، عددهم ما كان كبير ولا وصل للنسبة المطلوبة ومحددة بحكم الوثيقة الدستورية كقانون دستوري ملزم لكل الأطراف. لكن أنا بفتكر أنه في عوامل تانية ساهمت في عدم وجود النساء، اللي هي أنه الترشيحات اللي بتجي من الأحزاب أو جاد من رئيس الوزراء في الحكومة الأولى حدد عدد من النساء على أساس أنه دي النسبة المعقولة والمقبولة لوجودهم داخل مجلس الوزراء أو داخل المجلس السيادي. فنحن محتاجين حقيقة لأنه يكونوا نساء في مراكز اتخاذ القرار داخل الأحزاب السياسية
بحيث أنه يتم اختيارهم للمواقع الدستورية والتنفيذية بشكل كبير. لا بس الحديث في هذا النقطة، كيف يمكن أن تكون الوثيقة الدستورية تحمل 40% من المشاركة ويسأل الوزراء أن هذه النسبة؟ نحن نتحدث عن كانت 16 حقيبة طبعا. وزارية، أربع وزيرات نساء، يعني كيف يمكن أن يكون هذا؟ يعني بالتأكيد هو مخالف لما جاء في الوثيقة الدستورية. هي الوثيقة الدستورية طبعا جاء فيها أنه النساء نسبة 40% في المجلس التشريعي، ولكن عرفيا وتجاوزا تم إدخال مشاركة النساء في مجلس السيادة وفي مجلس الوزراء. في السيادة كانوا 2 ضمن 11 فرد في السيادة. نعم، ونجد في مجلس الوزراء انهم في الحكومه الاولى كانوا 4 وفي الحكومه الثانيه كانوا 5. فحقيقه هي النسبه بحسابات النسبه او مسمياتها في الوثيقه الدستوريه قليله، ما في شك في المساله دي. عشان كده نحن الان كنساء كنا مشاركين من بدايه التصورات الاساسيه للاتفاق الاطاري، للوثيقه الدستوريه، للدستور الانتقال المطروح الان، لكل المؤسسات الان العامله في تغيير في وضع الخطط الاساسيه للفتره الجايه، النساء موجودات بشكل مباشر وفي اعلى مراكز القرار. سنعود للحديث عن هذه الوجود وكيف يمكن ان يسهم واقعا، ولكن يعني بعد ان نتحدث عن في ذات الاطار، يعني تحدثنا عن وجود بعض النساء ولو انه ليس العدد او النسبه المفضله او المطلوبه للنساء في الفتره الانتقاليه، ولكن حديثنا عن يعني اداء الفتره الانتقاليه فيما يخص مشاركه المراه. واحد من التحديات برضو العقليه، يعني العقلية الذكورية في المؤسسات دي مؤثرة، يعني مثلا حاسة انت في المجلس السيادي، يعني نعم 11، انت ذكرتي انه في 2 سيدات، واحدة جاية من المدني وواحدة كانت اللي هي الوسط الرقم 6، لكن الجانب العسكري ما فيه سيدة، مع انه كل المؤسسات النظامية دي الجيش وغيرها فيها سيدات، لكن ليه التفكير ما بيجي او بتتنسي في مؤسسات زي دي في انه تأتي مرأة؟ يعني برضه في مجلس الوزراء، يعني في الوزارات المحددة قدرات النساء، في كثير من السيدات رفضوا التجربة ذاتها، انها يعني خدوا التجربة دي في الفترة دي باعتبار انها مرحلة بتاع التحول صعبة، يعني في كثير من النساء رفضن. يعني في المجلس التشريعي واحدة من المشاكل يعني عطلت برضو الإعلان حقه، اللي هي يعني القوى المدنية اللي كانت بتشتغل مع الأغاليم في إنه الأغاليم تأتي بالقوائم بتاعتها، كانت معظمها ما بيجي فيه نساء، فبترجع القائمة تانية يا جماعة يجيبوا نساء، وهكذا يعني. فالعقلية هنا كمان عندها دور، التردد بتاع النساء في إنه ديما المرحلة اللي يخوضوا فيها هذه التجربة، برضو دي واحدة من الإشكاليات يعني. لكننا بنصبوا إنه تكون المشاركة واسعة، وده الكلام اللي بشغالين فيه يعني بصورة يوميا النساء القياديات في كانت سياسيات أو في منظمات المجتمع المدني، وده همهم يعني اليومي. حتى الحديث عن الأقاليم، يعني حدث عن 18 مشاركة، كانت أيضا 4 نساء هي للولايات، ممكن ده كان تحدي خاص أيضا في حديث أو 2 للولايات في حديث عن الفترة الانتقالية، ولكن ذكرت أستاذة انتصار جانب لرفض النساء للمشاركة، وده يعني بيقودنا مباشرة للحديث الذي ابتدرنا به، حديثنا عن مشاركة النساء وأنه والقدرات والمعرفة السياسية وغيرها، كيف ترى رفض النساء للمشاركة حتى إذا كانت الفترة فيها كثير من التحديات والعقبات؟ هي طبعا انا بفتكر انه واحد من التحدي في مشاركه النساء السياسيه المفاهيم المجتمعيه والثقافيه الموجوده اللي بتخلي انه النساء يترددوا في الالتزام بعمل سياسي او في القيام بعمل سياسي، لانه عنده اعباءه وتبعاته الكبيره جدا، الممكن المجتمعات او الاسر ترفض هذه التبعات.
لكننا الرفض نفسه، يعني بتحدث عن انه امراه ترفض او تعتذر. قد يعتذروا النساء من مشاركتهم في تقديرهم، لانه هي دي مسؤوليه هم ما قادرين على ده، تقديرهم لحقوق اللي في المرحله الانتقاليه والضغوط اللي حصلت فيها وصعوبتها وكده، يمكن تقديرهم الشخصي، لانه المساله دي ما عندها علاقه بتحمل او قدرات او مقدرتهم على تحمل المسؤوليه. ذلك لا يضعن في قدره النساء، اذا كانت هي تقول انها غير قادره وياتي رجل وزير مثلا او هو في الوالي، هو ما بيضعن لحاجه واحده، لانه في نساء موجودات وزيرات كانوا ويتحملوا المسؤوليه وعبء الالتزام. قد تكون النسبه 17% او 16% من العدد الكبير قليله، لكن خلونا نخدها هي كنموذج بدل على انه في امكانيه اننا نعمل بشكل مرتب لنهيئ نساء في قدراته، في رفعها، في تدريبه، في تسهيل التحديات الاجتماعيه في حياته، بحيث انه يكون في عدد مناصف تماما لعدد مشاركه الرجال في المراكز التنفيذيه او الوزارات التنفيذيه او السياديه المختلفه. وهذا بالتاكيد يعني يتطلب تضافر لجهود المراه بشكل خاص، كيف تعمل القوى السياسيه او القوى حتى الاجتماعيه والمدنيه في انه هي ترفع هذه القدرات وترفع وعي المراه في حديث عن انها تمتلك هذا الحس السياسي او الحس المشاركه في القضايا المختلفه اذا كانت وتكون في الجانب القيادي، احنا دائما نتحدث عن المراه التنفيذيه والمراه الفاعله في المجتمع وغيرها. فكيف يمكن أن تعمل هذه المؤسسات وتضافر الجهود لإشراك المرأة في الحياة السياسية؟ هي يمكن واحدة من الأدوات، ممكن نقول يعني إذا الأخوات اللي تعينوا وزيرات في المرحلة السابقة حكن عن تجربتهم وما قابلوا من تحديات ومن مشاكل ومن إيجابيات، وكيف يعني قدروا ينجزوا في فترة كانت قصيرة جدا، عكسوا المسألة دي. دي واحدة برضو من الأدوار. غير كده يعني المسألة بتاعت الدراسات والبحوث حول القضايا في الوزارات المعينة لو تملكنها بيكون برضو أفضل، بتشجع في إنه الناس تكون عارفة إنه جاي الوزارة دي وهي يعني مستعدة. لو بقى يعني من الممكن يكون في إصطاف فريق بتاع عمل يعني مهيئ ومتوافق مع بعضه في إنه يقدر، يعني الوزير هو ما بقوم بكل حاجة يعني، أو مدير المؤسسة، فبالتالي لازم يكون عندك إنت يعني تيم أو فريق فاهم إنه هو بيعمل في شنو، بيقوم بكثير من الأدوار. المسائل دي لما تترتب بتسهل كثير من المشاركة، بجانب إنه المسألة بتاعت تقديمهم، الناس تقدمون يعني، ونحن ذاتنا كنساء تكون عندنا المبادرة والمبادرة إنه نقدم نفسنا. صحيح، وهي جوانب مختلفة لجوانب للمبادرات. نعم. للحديث عن الإشراك في الحياة السياسية سنعود للحديث أيضا كموجودة من ضمن المشاركات في هذه الفترة، كتقييمك لأداء الموجودات في هذه الفترة وجوانب مختلفة حتى لوجود نسبة المشاركة في الاتفاق الإطاري وغيرها من الجوانب التي نتحدث فيها عن مشاركة المرأة بعد الفاصل. تحية مشاهدينا من جديد في أجندة الساعة، هذه الساعة التي نحمل من خلالها أهم القضايا المطروحة في الساحة السياسية السودانية والحياة الاجتماعية وغيرها مما يهم المواطن السوداني. نتحدث اليوم عن مشاركة المرأة، ونرحب من جديد بالأستاذة تيسير النوراني وزيرة العمل السابقة والأستاذة انتصار العقلي قيادية بالعمل السياسي والنسائي. مرحبا بكم من جديد. وكنا نتحدث أستاذة تيسير عن مشاركة المرأة في الفترة الانتقالية، وكما ذكرت أربع وزيرات كنا في حقائب الوزارة في الفترة الانتقالية. تقييمك لأداء الوزيرات اللي كنا موجودات
ويعني هو ما حديث عنك بشكل خاص، ولكن نتحدث عن الفترة في المجمل، كيف كانت مشاركة المرأة من خلالها المخرج في هذه المساحة في الجوانب، ليكون حديث عن مشاركة المرأة التي يمكن أن تحفز أخريات؟ يعني أنا بعتقد أنه هو ما أنا ما بقدر أقيم أداء الآخرين، ولكن حصل تقييم حقيقي لتجربة الفترة الانتقالية كلها وأداء الوزراء باختلافهم نساء ورجال وأدوارهم داخل الوزارات والتحديات اللي واجهتهم والنتائج طلعوا بها والتوصيات في أنه كيف يتم تفعيل الأداء بشكل أجود وأفعل وأهم وأنسب من الفترة السابقة. شيء طبيعي جدا انه لما انت تكون تنفيذي هنا بتتحمل المسؤوليه من يتجاوز مساله انك امراه او رجل، بتبقى هنا انت زول تنفيذي بتتحمل مسؤوليه ومهام ووصف وظيفي محدد بتحقق فيه مهام الفتره الانتقاليه بكل تفاصيلها اتجاه العمل في الوزاره المعنيه بالعمل فيها. فمثلا نحن في وزاره العمل كان عندنا مسؤوليات كبيرة جدا، منها توفير وظائف للشباب من الجنسين، انه نعمل قانون النغابات بواحدة من المهام الأساسية بالنسبة لوزارة العمل، انه نسعى لأولوية من أولويات الفترة الانتقالية وهي إصلاح الخدمة المدنية، ودي كانت واحدة من المهام الأساسية جدا في انه نركز على إصلاح الخدمة المدنية، ودي كلها أولويات الفترة الانتقالية بدأنا في العمل فيها، ولكن للأسف المدة الزمنية وقصرها والانقلاب 25 هو قلل أو وقف كل المجهودات اللي كانت قايمين بها الوزراء والوزيرات في مختلف الوزارات. والحديث عن الوزارات عموما بالتأكيد هو له تقييمه وتناولناه في جوانب مختلفة عن تقييم الفترة الانتقالية، ولكن لأنه نتحدث عن مشاركة المرأة هو حديثي عن المشاركات في الفترة الانتقالية، يعني رأيك في الأداء للمشاركات، القدرات التي كانت موجودة، ما يعني ما فعلنا من خلال الفترة الانتقالية؟ أنا بعتقد أنه أي واحدة فيهم هم الخمسة الموجودات وفق المانديت بتاعها أو التوصيف أو المهام الموكلة لها في الوزارة قدمت مجهودات عالية جدا في أنه تقوم بفعل إيجابي ومهم تقدر تقيم به التجربة بتاعتها، ويمكن كثير من الناس قاعدين يشوفوا في النتائج اللي حصلت. ننتقل مباشرة للحديث عن الحاضر، وحديثنا اليوم عن اتفاق إطاري هو مطروح للجميع، ما يحمله الاتفاق الإطاري في الحديث عن مشاركة المرأة أستاذ انتصار؟ الاتفاق الإطاري أكد على مشاركة المرأة بما لا يقل عن 40%. ما نساء أيضا النساء النازحات والنساء المهجرات وكذا، ودي القضايا كبيرة جدا، يعني المسألة بتاعت العدالة والعدالة الانتقالية هي ذات 40% التي حملتها الوثيقة الدستورية، أم هي حديث عن 40% يمكن أن تكون حتى موجودة من خلال حقائب الوزارية، من خلال الجوانب المختلفة للوجود في المجلس التشريعي، لجوانب موجودة في القضاء لغيرها؟ يعني 40% أين يعني هذه النسبة كيف توزع، أم هي ذات الموجودة في الوثيقة الدستورية؟ في كل يعني في كل مشاركة النسبة تكون محفوظة، يعني إذا مثلا الوزارة تكون 40% حاضرة، المجلس السيادي تكون حاضرة لمجمل المشاركة، كمجمل المجلس التشريعي طبعا في الأهم تكون 40%، المفوضيات الكذا تكون كل المؤسسات تكون 40 في ما لا يقل عن 40% تكون حاضرة. المرأة ما محصورة بس هي قيادية في العمل في 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 قيادة أي من هذه المؤسسات، لكن أيضا يعني الناس ما نسيت مسألة النساء البعيدات من المركز، يعني في النساء النازحات، النساء المهجرات، النساء اللي عبروا حدود أو موجودين في حدود دول أخرى دول الجوار وحالتهم مزرية جدا. الاتفاق الإطاري مسألة النزوح ومسألة الفقر وكذا الناس ما قفلت عنه، فقضايا النساء في يعني خارج المركز قضايا يعني متشعبة وعايزة كثير من الجهد وعايزة كثير من المشاركة، يعني النظر في أوضاعهم ومعالجتها. التوطين مسألة ما سهلة وما بسيطة،
معرفة التجارب بتاع الدول الأخرى ممكن أحيانا تكون مفيدة، وممكن تكون إحنا يعني ما يعني غير شبيهة، لكن الصبر وشكل الآليات ممكن مثلا يساعد في كثير من الحلول. النساء في الولايات في مجالس تشريعية، هناك في وزارات، هناك أو إدارات، في ولا دي كلها الناس ما تنسى فيها مسألة 40%. المشاركة يعني في المجمل مشاركة هي 40%. نعم. وزي ما ذكرت بالتأكيد هي حديث عن الآليات، والآليات بالتأكيد هو من حديث حكومة قادمة ممكن أن تنفذ هذه الآليات وغيرها، ولكن يعني من واقع التجربة أستاذة تيسير تحدثنا عن 40% الموجودة في الوثيقة الدستورية الأولى، وقد كانت هنالك مشكلة في إنفاذها واقعا وغيرها. ما يمكن أن يحمي إنفاذ أو يحمي الإنفاذ 40% التي نتحدث عنها في الاتفاق الإطاري الآن؟ وجوده وفق أو داخل دستور الفترة الانتقالية بشكل مباشر، والمعروف أن الدستور هو أبو القوانين وملزم، حمايته بتبقى برضو بانتباه النساء وتركيزهم ووجودهم في مراكز القرار المختلفة، حمايته بيبقى بأنه النساء هم قدرات يدافعوا عن حقوقهم بالمستوى اللي بيمارسن فيه الضغط المباشر اتجاه هذه الحقوق لحد ما نصل للنتائج المرضية بالنسبة لنا. والوجود لهذه يعني النساء في مراكز القرار، للنساء كقوة يعني هي مدافعة أو حامية للمشحق المشاركة، يعني ده كيف يمكن أن يكون كآليات؟ موجودات النساء اصلا في المجلس المركزي لقوى الحريه والتغيير، في المكتب التنفيذي، في لجان التنسيق للعمل المشترك الان وفق الاتفاق الاطاري، النساء موجودات في الاحزاب، النساء حتى هنالك لجنه متخصصه داخل المكتب التنفيذي لقوى الحريه والتغيير، اللجنه متخصصه لقضايا النساء. والحديث عن يعني وجود المرأة في مواقع القرار يقودنا مباشرة في حديثنا عن تكوين حكومة قادمة، وحديث عن اختيار لرئيس الوزراء، لحقائب وزارية، لغيرها، مشاركة المرأة في هذا الاختيار يعني مشاركتها بين ناحية يعني كيف يمكن أن تكون هي صانعة للقرار؟ يعني المرأة الآن نتحدث عن أنه هي لا بد أن تكون صانعة للقرار لتنال حقها في حديثنا عن 40%، فكيف يكون مشاركة المرأة يعني في حديثنا مشاركة عن المرأة حكومة قادمة؟ نعم، تكون صانعة للقرار لازم تكون في مواقع صنع القرار، وإلا حتكون بتتكلم خارج الدوائر القيادية والأساسية. فعلينا جميعا يعني كنساء أن ندفع بالنساء للمشاركة بصورة واسعة وتحقق فيما لا يقل عن 40% دي في وجودها في المراكز دي. أيضا ما ننسى أنه النساء بيطالبا بأنه هناك مفوضية، وتضمنت الوثيقة الدستورية مفوضية المرأة اللي هي مفوضية بتتابع مفوضية المرأة والمساواة النوعية، اللي هي من مهامها متابعة وتنفيذ يعني الحلول المتعلقة بالقضايا المختلفة بالنسبة للمرأة، ومن أهمها المسائل بتاعة التعليم المجاني ونشر التعليم خاصة بالنسبة للفتيات، وقضايا التعليم طبعا هي من القضايا الأساسية، التعليم والصحة برضو في الجانب الخدمي، وإلا ما حتكون مشاركة المرأة حتكون في العملية الإنتاجية بتكون ضعيفة. فدي مسائل مهمة جدا، مسائل برضو بتاعت انتهاك حقوقها اللي هي بالإصلاح القانوني، برضو الناس يعني المفوضية يجب أن تتابع المسائل الخاصة بالمرأة في هذا الجانب، يعني الإصلاح القانوني، مسألة التعليم، مسألة الصحة، دي قضايا مهمة جدا على أساس أنه نضمن مشاركة المرأة في عملية الإنتاج ووجودها في المؤسسات المعنية دي عشان تقدر تقود العمل، وبالتالي يعني بيرتبط هذا بأنه تتمكن من نشر الوعي بصورة أكبر بالنسبة للنساء لدفعهم ومساهمتهم في المشاركة المشاركة في العمل العام. يعني المسألة هي حلقة مترابطة مع بعض، ولكن هي البداية زي ما ذكرنا الحديث عن الاختيار عموما، يعني الآن نتحدث عن اختيار رئيس وزراء، غير من الجوانب الممكن أن تكون هي فيها إشراك المرأة في جانب القرار.
فأستاذة تيسير، يعني اليوم نتحدث عن يعني مشاركة المرأة إذا كان في الجانب القيادي أو الجانب الإداري، قد يكون هو هنا المشكلات. دائما نتحدث عن المرأة التنفيذية، تكون المرأة قادرة قيادية وهي موجودة في يعني القرار ما نحتاجه، يعني دائما نتحدث عن النساء ما تحتاجه النساء لتكون موجودة في مركز القرار. راح نتحدث عن القرار الاقتصادي والجوانب الإعلامية حتى للمؤسسات الإعلامية وغيرها، نتحدث عن المرأة القائدة والمرأة التي تكون في مركز الإدارة والقرار. الطبيعي طبعا إنه نحن لما نتكلم عن اختيارات لحكومة قادمة بنتكلم عن آراء بتاعت كتل موجودة في قوى الحرية والتغيير. الكتل دي بالتأكيد كل كتلة فيها نساء موجودات، فيها أحزاب موجودة، وداخل هذه الأحزاب موجودات نساء عندهم تصوراتهم المكتوبة لكل تصور. إذا كان في اختيارات الحكومة والمعايير الموجودة فيها ونساء مرشحات مؤهلات وكفؤات من جهات مختلفة، بيتم فيها التضامن بين النساء الموجودات في الأحزاب السياسية ونساء المجتمع المدني وأدوارهم، بنلقى إنه نحن بغض النظر عن الوجود ده في معايير واضحة موضوعة وفي تصورات واضحة وسط النساء، وعندنا أجندة واضحة في كيفية اختيارهم، كيفية تقديمهم عبر الكتل المختلفة للمنافسة في المؤسسات الحكومية المختلفة. لكن السامع لهذا الحديث أستاذة تيسير قد يكون هي ذات الأحزاب كان منوط بها تقديم النساء في الحكومة الأولى ما بعد الفترة الانتقالية، الأحزاب لم تدفع بالنساء زي ما كما ذكرتي وكما اتفقنا بأنه كانت هنالك في تمثيل النساء، فكيف يمكن أن يستقيم ذلك الآن؟ يعني الحكومة الانتقالية الأولى أصلا كانت محددة إنها كفاءات وطنية، ما كانت حزبية، والأحزاب ما كان عندها دور في تعيين الحكومة الانتقالية الأولى، تم فقط التوافق على السيد. من الذي اختار الوزراء في الحكومة؟ اختاروا السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بحكم انه هم كفاءات وطنيه ما عندهم علاقه باحزاب سياسيه، يعني غير حزبيين، دي الحكومه الاولى. اما الحكومه الثانيه اللي كانت في 8 فبراير 21 تم تعيينها، دي حكومه تم اختيارها من داخل الحاضنه السياسيه اللي هي قوى الحريه والتغيير. اللي هي دي ممكن نسميها حكومة حزبية، لأنه بنجد إنه في أحزاب مختلفة مشاركين في الحكومة وفي إدارة الدولة في الحكومة الثانية للسيد عبد الله حمدوك. والحديث عن هذه الحاضنة، يعني كيف يمكن أن تدفع بالنساء الآن؟ ما هو الحاضنة دي نحن موجودين جواها، ما على كيفه. نحن ما موجودين وعندنا وجهة نظر وعندنا آراء وعندنا قدرة على الضغط الكبير جدا في حسم الخيارات. فأنا بعتقد إنه النساء السودانيات دي قادرات بالمناسبة، قادرات يعملوا حاجات كثيرة جدا، من ضمنها نحن قادرين ندير الدولة دي بإيجابية وأفضل كثير جدا من الحاصل. وأهم ما ذكر عن حديث يعني لمناقشة قضايا المرأة مباشرة، لابد أن تكون هذه القضايا مجملة في مجمل الاتفاقات التي يمكن أن يحويها هذا الاتفاق. بالتأكيد مجموعة من الورش ذكرنا من ضمنها مثلا حديث عن ورشة الشرق، يعني آخر يعني التي تتناول قضايا المرأة بشكل خاص. فحتى الآن كيف تمضي يعني هذه القضايا في مجمل ما يدور في الاتفاق الإطاري؟ الورش اللي عالجت او بتناقش وتعالج القضايا الخمسة من ضمنها قضية الشرق والعدالة الانتقالية، النساء بيشاركن فيها، يعني في وجود كبير حتى من الأحزاب السياسية ومن المجتمع المدني ومن الأقاليم. الأقاليم كانت يعني حاضرة بنسبة كبيرة جدا، عشان كده في 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 مواقع اتخاذ القرار أو في اللجان ما قبل ذلك المرأة لازم تكون موجودة. غيابنا بشكل مشاكل كثيرة، اللي هي غيابنا الآن بيتسبب في غيابنا بعد ذاك في المؤسسات المعنية حنكون ما موجودين فيها. فبالتالي وجودنا حسه في اللجان وفي معالجة القضايا والمشاركة الواسعة ومخاطبة الجماهير وكذا لازم نكون موجودين فيها حضور كامل، على أساس إنه نضمن المشاركة المستقبلية، نكون شايفين المشاكل شنو، الطريق إلى الحلول كيف بيكون، الوصول إلى المراكز اتخاذ القرار سكة عايزة إعداد كويس جدا، وعايزة دافع
ذاتي وتشجيع من المؤسسات اللي انت موجود فيها او من حولك، والمسألة بتاعت الحريات كمان. الحريات الديمقراطية مهمة جدا جدا على اساس انه نقدر نسير في الطريق الصح. والحديث عن اتخاذ القرار والاختيار يمكن يقودنا لسؤال مباشر، هل يمكن ان نرى رئيسة وزراء؟ ان شاء الله نحن لما وفقا للاتفاق يعني المتاح انه القوانين، بس احنا نرشح ويكون عندنا الدافع الكبير في الوصول لهذا المركز. في قراءات الواقع وستيسير، هل ترى ذلك ممكنا؟ نتمنى. لا انا ما اتحدث عن الامنيات، اتحدث عن قراءات الواقع. لا لا، في قراءات الواقع الى الان لم يتم ترشيح رئيس وزراء. الى الان لم يتم ترشيح وزراء مسميات واضحة وعادية من ضمن اللجان المنظمة للاتفاق الإطاري، لم يتم نقاشها. في رأيك لكن ممكن نتوقع أنه يتم ترشيح نساء في كل المؤسسات التنفيذية من مجلس وزراء من وسيادية والتشريعية. في رأيك لماذا لم ترشح يعني امرأة رئيس وزراء حتى الآن؟ والله أنا بعتقد أنه القصة دي مرتبطة بالكتل اللي بتقدم المرشحين. إذا نعود لذات النقطة، هناك مشكلة في الاختيار. مش مشكلة في الاختيار، ولكن قد يكون ما في خيار الآن مطروح باسم امرأة محددة إلى الآن. في الترابيزة في النقاش لم يتم نقاش رئيس الوزراء إذا كان رجل أو امرأة إلى الآن. نحن يعني تبقى لنا 4 دقائق، نريد أن نتحدث عن مجمل التحديات التي يمكن أن تواجه مشاركة المرأة. نبدأ معك أستاذ انتصار. الحريات مهمة جدا، الإصلاح القانوني مهم جدا، طموحنا أن يكون في مفوضية للمرأة ودراسات النوع مهمة جدا، المشاركة الواسعة والتوافق بين النساء العاملات في مجال حقوق المرأة والحركة السياسية إنهم يقوموا بدورهم الفاعل على أساس إنه يسهم في التغيير الحقيقي. المرأة السودانية أكثر من نصف المجتمع، سواء كانت شابة أو كانت رائدة، أمهات، فتيات، طفلات، أكثر من نصف المجتمع، فبالتالي لازم تحقق آمالها وطموحاتها. أبرز التحديات؟ أنا أفتكر التحدي الرئيسي بالإضافة للتحديات اللي ذكرتها أستاذ انتصار هي المفاهيم الثقافية والاجتماعية الموجودة في مشاركة النساء. نحن عندنا مجتمع قوي جدا، محدد إطارات واسعة جدا للنساء يجب أن تكون فيها. العقلية بتاعة المفاهيم المجتمعية دي لازم تتغير، ولازم يكون في نساء مبادرات يحبوا المبادرة والمواجهة من أجل تغيير المجتمع ده. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية توفير بيئة في المجتمع للنساء العاملات مطلقا وفي المشاغلات المناصب التنفيذية أو الدستورية في مساعدتهم في أداء مهامهم من داخل البيوت، لأنه دي أعباء موجودة على النساء كبيرة جدا وبتقلل من رغبتهم في العمل العام وبتقلل من رغبتهم في المشاركة العامة. ختاما يعني كيف يمكن أن تواجه المرأة السودانية هذه التحديات لتكون مشاركة فعلا؟ بوحدة النساء، ويكون عندهم أجندة أو برنامج بتاع حد أدنى يجمعهم كنساء بمختلف التزاماتهم الحزبية، بمختلف التزاماتهم الثقافية، بمختلف التزاماتهم الإثنية. نحن نساء في السودان متعددي الهويات والإثنيات والثقافات، محتاجين لبرنامج حد أدنى يجمعنا كنساء في التصور مباشر لدورنا في المجتمع بشكل مباشر. أبرز الأدوار في الفترة القادمة للنساء. أتفق في مسألة البرنامج الحد الأدنى أساسي، والمبادرة والمبادئة من السيدات في مختلف المجالات. شكرا جزيلا مشاهدينا، كان حديثنا اليوم في أجندة الساعة عن مشاركة النساء في الحياة السودانية، في حديث عن الحياة السياسية والاجتماعية وغيرها، كيف يمكن للمرأة أن تكون صانعة قرار وأن تكون موجودة في مواقع هذا القرار وأن لا تكون فقط في الجانب التنفيذي. جوانب مختلفة تحدثنا عنها، عن مشاركة المرأة منذ الثورة حتى الآن، وأبواب مفتوحة للحديث عن المشاركة للمرأة. شكرا جزيلا
جزيلا أستاذة تيسير النوراني وزيرة العمل السابقة، شكرا جزيلا أستاذة انتصار العقلي قيادية بالعمل النسائي والسياسي، وشكرا لكم مشاهدينا على حضوركم في أجندة الساعة لليوم. ودائما هذه الساعة نحاول أن نناقش من خلالها مختلف القضايا في الحياة السياسية السودانية ومختلف الأخبار التي نتناولها بشيء من التحليل. حتى الملتقى الأسبوع المقبل، هذه تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.